طيب زي ما حضراتكم شفتوا كده في ابرز عناوين حلقتنا النهارده، اخبار كتيره جدا متعلقه بالنادي الاهلي ومتعلقه ببعض الجوانب المحليه وكمان بعض الامور العالميه. بالتحديد عايز ابتدي بشيء مهم جدا قبل ما نروح نشوف اهم اخبار الاهلي في الصحف النهارده ايه، وخبر هام بخصوص نجمنا المصري الكبير محمد صلاح، واللي مشرفنا دايما في اوروبا وفي العالم كله في الحقيقه، ان هو خلاص بينافس رونالدو وميسي على جائزه الافضل في العالم. النهارده الفيفا اعلنت عن القايمه اللي هتنافس على جائزه افضل لاعب في العالم لعام 2019. القايمه ضمت كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ومن هولندا فرانك دي يونج طبعا نجم اياكس السابق ولاعب برشلونه الحالي، وماتيس دي ليخت طبعا نجم ايضا اياكس ولاعب يوفنتوس الحالي، بجانب فيرجيل فان دايك طبعا نجم ليفربول، والبلجيكي ايدن هازارد نجم تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي، والانجليزي هاري كين نجم توتنهام، وسنغالي ساديو ماني زميل محمد صلاح في ليفربول، والفرنسي كيليان امبابي طبعا نجم بي اس جي، ومحمد صلاح، والارجنتيني ليونيل ميسي نجم نجوم برشلونه. دي القايمه اللي هيتم من خلالها تحديد مين هو افضل لاعب في العالم. نتمنى لمحمد صلاح كل التوفيق. احنا عارفين محمد صلاح السنه اللي فاتت خد ثالث احسن لاعب في العالم بعد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وكان رونالدو المركز الثاني وبعد كده محمد صلاح المركز الثالث، وده كان في حد ذاته انجاز كبير جدا جدا لمصر ولمحمد صلاح نفسه طبعا بكل تاكيد. فاكيد عنده طموح ان هو ينافس ايضا هذا الموسم على جائزه افضل لاعب في العالم، رغم ان الفرص هتكون صعبه شويه على محمد صلاح. ليه؟ لان مستواه ما كانش هو مستوى محمد صلاح في الموسم الاول ليه مع ليفربول، لكن رغم كده خد هداف الدوري الانجليزي وكمان تالق مع المنتخب المصري فيما عدا بطوله الامم الافريقيه للاسف اللي خرجنا فيها من دور ال 16. فممكن الفرص تكون قليله شويه لمحمد صلاح، لكن يبقى هو احد اللاعبين المهمين على مستوى العالم، والدليل النهارده من خلال الخبر ده اقامه الحفل السنوي لتوزيع جوائز الافضل لعام 2019 هيكون في مدينه ميلانو الايطاليه يوم 23 سبتمبر المقبل.